وصلنا بقى يعني دي كلها كانت نوع من الضغوط اللي عليكم من الخارج. الجماعة كانت بتتعامل معاكم ازاي في الوقت ده غير التشويه الاعلامي ومحاولة جرجرتك للنيابة؟ يعني كانت بتتعامل ازاي في هذه الايام بقى وبنقترب في شهر يونيو؟ اتصل بي هشام زعزوع وزير السياحة بقى معه. وزير السياحة قال لي وزير الإسكان. وزير الإسكان وقتها كان من الجماعة. دكتور طارق وفي. بالظبط. من قيادات الجماعة. الإخوان. قيادات يعني أحسن من غيره كثيرا يعني. عاوز أجتمع بيك وبيقترح إنه نجتمع عند خال هشام، خال هشام زعزوع اللي هو السفير أسم المصري في الزمالك. قلت ما عنديش مانع. اجتمعت معاه وكانت الرسالة يا جماعة ما نقعد نتفق. احنا كنا هنا قبل ايام من 30 يونيو. هنا كنا يوم 10 يونيو. قلت له نتفق على ايه؟ البون شاسع. الخلافات كبيرة جدا. نختلف على ايه؟ نتفق على ايه؟ نتفق على ايه؟ يعني لا يمكن نتفق. طيب ما نقعد يعني للأسف يعني فات الأوان. طب ما تسأل؟ حاضر هسأل ليك عليا أنه في اجتماعنا القادم في إجابة الإنقاذ هكلمهم عن هذا اللقاء وهعرض. قد كان في الاجتماع اللي بعدي عرضت، حكيت وعرضت. توليت. توليت. كان خلاص متأخر. طارق وفي اتصل بيا يوم 28 يونيو. أرجوكوا أجلوا مظاهرة يوم 30. قلت له على فكرة تكلمني أنا؟ مفيش خوف في الدنيا ممكن توقف القطر الآن. الآن بقت ده كلام بقى كلام الناس يعني مش قرار جبهة الإنقاذ. ولا فرد ولا جبهة ولا حزب ولا القطر قام. قام وبينطلق بسرعه خياليه. مفيش قوه في الدنيا هتعرف توقفه. طب وهو كان معلش اسال حضرتك يعني كان مقابل ايه او هو كان بيعرض ايه؟ اللي انت عاوزينه هنعمله. محمد مرسي هيتنازل، كل اللي انت طلبته هيعمله يعني. حتى شفتها حاجه حقيقيه يا فندم ولا مراوغه؟ الحقيقه يعني من كتر ما كان خيال طلب خيالي حتى ما عرضتوش ما نقلتوش. مين اللي هيطلع يقول لا خلاص مش هنتظاهر ايه ده؟ بالمناسبه يوم 29 يونيو دعيت لحوار في الجزيره في القاهره في استوديو كان على النيل في العجوزه. والمحاور ابتدى يتحداني على المظاهرة 30 يوم. قلت له ما ضيعش وقتك. قلت له ما فيش عصبة مركز في مصر من اسكندرية لأسوان مش هيكون في مظاهرات. وبالمناسبة حتى في الصعيد انت بتقول الصعيد مش هيتظاهر، حتى في الصعيد الا الصعيد. قلت له دي بلادنا انا عارفها. يعني انا بقول لك على فكره حوار ممتع بقى اتفرجت عليه مؤخرا لانه كان في تحدي. المذيع نفسه بيتحدى انه ما فيش حاجه هتحصل في 30 يوم. خرجت لقيت في وشي عصام العرين الله يرحمه. فسالي كده قال لي منير انتوا هتدفعوا الثمن غالي جدا. قلت له احنا مين؟ قال لي انتوا الوفد. انتوا الوفد. مستعدين ندفع الثمن يعني عندناش مانع. حصل اللي حصل بقى بعد كده. في 30. طيب عايز اسال حضرتك يوم يعني 30 كان يوم عظيم. لانه كان هنا يوم رائع. في توقعات وفي سيناريو انتوا راسمينه اللي انتوا كنتوا متوقعينه او بتحلموا بيه في 30 يوم. حصل اضعاف. انا ما اعرفش شخص ما خرجش يوميها. ما اعرفش شخص ما رفعش علم يوميها. ما اعرفش شخص ما هتفش يوميها.
يعني الحقيقة. طيب استدعاء بقى الجبهة للاجتماع اللي هو قبل البيان بتاع 3 يوليو، لانه هنا كان الدكتور البرادعي حضر بوصفه منسق لجبهة انقاذ. فظروف المكالمة حصلت ازاي؟ اولا انا في خلال الاسبوع الاخير اولا الجبهة كجبهة ما اجتمعتش. انما انا كنت باستمرار يوميا مع الدكتور البرادعي. لما راح الدكتور البرادعي بقى هو كمنسق لل، لانه في بعض اعضاء الجبهه بعد كده قالوا انه المنسق دي كانت زي روتيشن كده، وكان الدكتور البرادعي هو اللي عليه الدور في الشهر ده، فده مش صحيح. لا لا يعني معلش خلينا نرجع لورا. لا لا انا معاك، عشان دي شهاده حضرتك وموقعه من حضرتك، فيعني لا خلينا نرجع لورا. الحقيقه الايقونه وقتها اردنا ام ابينا، اصبنا ام اخطانا، لما الايقونه وقتها كان محمد البرادعي. فيعني وبصراحه يعني لو تسالني رايي النهارده عن محمد البرادعي هقول لك ده رجل نقي جدا، وعنده يعني مثالي جدا، انما قطعا ما هوش رجل سياسه، ما ينفعش. دي المشكله. هي دي المشكلة هي دي الأساسية. يعني إن هو ظهر في مكان، هذا المكان لا يناسب لا قدراته ولا استعداده حتى. مش بتاعته. وهتشوف يعني لو تخليني أكمل. اتفضل. لأنه حصل خلاف بعد كده. حصل خلاف خاص برابعة وما. ما ده احنا هنجيله.